فما بين روسيا وما بين الصين وما بين إيطاليا وما بين المغرب ثم الوصول للقاهرة، بالتأكيد في مدارس أثرت فيك، وكمان أنت خدت الكارير من أوله كمساعد مدرب ثم مدير فني كأندية ثم منتخبات. احكي لي شوية عن كل تجربة والخبرات اللي استفدتها. كنت محظوظا بالعمل في عدة بلدان والتحتكيت بالكثير من الثقافات، وهنا أيضا كنت محظوظا واكتسبت العديد من الخبرات الإنسانية والمهنية. كرة القدم رأيتها مختلفة في البلدان التي عملت فيها، في مصر، في الصين، في المغرب. هذا ما منحني نظرة مختلفة على كرة القدم الحالية وفقا لكل الخبرات التي اكتسبتها. خلينا نتكلم شوية عن الصين، يعني الصين بتعدادها بثقافتها بشعبها، ايه اللي وداك الصين اصلا وايه التجارب المستفادة من الصين؟ كرة القدم النسائية في الصين ذات مستوى عالي جدا وعلى قدر كبير من الاحترافية، وهناك مستويين من الاحترافية، الدرجة الأولى والدرجة الثانية، كلاهما محترفان. كرة القدم في الصين هي كرة قدم أولمبية للمحترفين، السيدات يلعبن كرة قدم الاحترافية في الأولمبياد، لذا في الصين هناك اهتمام كبير بكرة القدم للسيدات، وهناك الكثير من الاستثمارات التي تضخ في هذا المجال، وهذا صنع بطولة قدم كرة قدم محلية على مستوى عالي جدا. وكنت محظوظا بأن أمضي 5 سنوات هناك في الصين، وعملت مع 3 فرق مختلفة، وفزت هناك ب5 ألقاب مع 3 فرق التي عملت معها. إذن تجربتي مع الصين مميزة ولا أستطيع أن أنساها أبدا. نابولي الإيطالي والفوز مع نابولي، وده أمر ليس بالسهل، التنافس في الدوري هناك دوري صعب شوية. إنها بطولة صعبة جدا، لأن الدرجة الثانية دائما معقدة، لأنه في الدرجة الثانية هناك فريق واحد يصعد إلى الدوري الممتاز. لقد في موسم طويل جدا وشاق قلبنا الطاولة على رؤوس الجميع في اللحظة الأخيرة وصعدنا إلى الدوري الممتاز. في 30 مباراة تمكنا من قهر لاتسيو روما في الأمطار الأخيرة من المسابقة، وتصدرنا بفرق نقطة واحدة وصعدنا نحن إلى الدوري الممتاز. أسماء تقيلة بتقولها بتكون في الدرجة الثانية زي لاسيو، زي روما، زي نابولي نفسه، أعتقد ده بيعكس صعوبة المسابقة. هل ده كمان شفته في المغرب لما رحت المغرب، ولا المغرب تجربة مختلفة خصوصا أنك بدأت تدرب منتخبات هناك؟ نعم بالتأكيد، التجربة في المغرب كانت مختلفة لأنني كنت مدربا للفريق الوطني تحت 23 عاما، ثم مع فريق 20 عاما في كأس العالم لتصفية كأس العالم، وتأهلنا إلى كأس العالم بالفعل. فريق 23 سنة بالمغرب هو فريق محترف من المحترفين، وهو عمل مختلف في مسألة اكتشاف اللاعبات في البطولة المحلية. كنت أراقبهم عن كثب لأختار اللاعبات التي يلعبن معي في الفريق الوطني، ولم يكن هذا بالأمر سهل. أبرز إنجازاتك في المغرب؟ التأهل الفريق المغربي إلى كأس العالم، فريق تحت 20 عاما.